يلا يا بت، مبقاش ليك راجل يشكبك ولا ايه؟ اساله يا سيد، قول له انا قد ايه اترميت على جزمته، يمكن يحن عليا وياخدني في حضنه زي زمان. لا اسمعي، لو فاكره انت لما تغب عليا في مكان اكل عيش هنخت وبغلطانه، مش انا يا ميسا. ولا انا يا حبيبي، بس بص بقى يا ابن الحلال المفتشر كده، انا لابدلك هنا وهفضل اراضي فيك لحد ما تسلم، ورحمه امي ما انا سايبك يا سيد. لا ده انت دماغي فيها ميه. بقول لك يا بت، امشي دلوقتي ونتكلم بعدين. مش ماشيه يا سيد، وافضل قاعده هنا وانا يا انت هتعمل فيا اكتر من اللي عملته، هتاخد رقبتي يعني او ترحمني برضو من البطاطيه والذل اللي انا عايشه فيه؟ طب خلاص خلاص ايه، خلاص يا بت، خلاص بقى خلاص، مفيش حاجه بجد يا سيد. خلاص ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. طب يلا روحي، وقبل ما اروح اعدي عليكي بتكلم. طب ما تتاخرش، يلا بقى تيري عندي شغل. يلا المجنونه دي زي اللي انا بقول لك عليه من غير رغي كتير. لا ده ما يستاهلش، ولا تروح له بنفسك انت، بس تبعت له المحامي يفكره بالشرط الجزائي. وحش على نفسك يا بيبي، بالراحة على أعصابك. ايه مين مزعلك؟ موجة، انا مش فاضي وانا عايز اقعد اتكلم معاك زي اي اتنين. ممكن اديك قلتيها، اي اتنين يعني مربوطين ببعض، مش كل واحد عايش في العالم بتاعه مش حاسس بالتاني خالص. ايه ده، هو انا ممكن اوحشك والحاجات الشقيه دي ولا ايه؟ موجة من فضلك ما تخلينيش ازعل منك، انا حايش نفسي عنك بالعافيه. مش حلو علشانك، لكن لو حاسس انك عايز تنفجر فيا اتس اوكي، هعتبره جزء من الجواز وطبيعته السخيفه، از لونج ان الموضوع ما بيخرجش بره حيطان البيت. لكن لما يخرج بره حيطان البيت ده ويأثر على البيزنس اللي بينا، ونعمل شغل عيال صغيره وتكسر كلامي قدام الناس، يبقى لازم تفهم ان انا اللي مش هعرف احوش نفسي عنك. واضح ان المعلمين والرمم اللي بيشتغلوا معاكي اثروا على طريقه كلامك، ونسوكي ازاي تتعاملي مع عامر فواز. المعلمين والرمم دول اللي عارفين عني شويه قد كده، عارفين كويس قوي ان ما ينفعش حد يكسر لي كده. امال اللي يعرف عني شويه قد كده وانا اعرف عنه اكتر، يبقى المفروض ما يجيش على باله من اصل انه يفكر يكسر لي اي كلمه. انا لسه ما خلصتش كلامي، بكره تروح تمضي عقد الشراكه اللي بينك وبين شركه لينر جروب، مش هستنى كونفرميشن منه، عشان انا عارفه انك عاقل وهتخاف على نفسك. الو يا فادي، بتاعك اللي بتتحرق. ايه؟ لا 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 لا، ما تكلمش مستر هيك، انا اللي هكلمه. اعمل اللي بقول لك عليه، انا اللي هخوف نفسي.